السلام عليكم ورحمة الله. نواصل الحديث في موضوع آخر في الميديكال جينيتكس، بيتحدث على موضوع جينيتك فاريشن أو ما آخر، تحدث على الجينيتك بوبوليشن، إيش اللي بيحصل في عملية تغير على مستوى الجين فريكوانسي في البوبوليشن أو على مستوى الأليل فريكوانسي في البوبوليشن، لأنه جنرالي بشكل عام كل population طبعا فيها نوع من الـ frequency of the alleles and frequency of the genotypes. Usually the frequency constant of the genotype, the frequency of the allele types is constant in this population. إلا إذا حصل في عنا هناك تغيرات أو ظروف معينة زي ما هنتحدث عنها لتقوم. لكن قبل ما نتحدث عن الـ genetic population، خلينا نطلع in general ونمر بسرعة على شغلات احنا عارفينها بس just quick. في موضوع البوليمورفيزم طبعا احنا بنعرف احنا in general الـ our genome تقريبا في عنا احنا اختلاف ما بين الـ human beings، يعني مش كل انسان بكون identical الإنسان آخر، أو كنا نحكي في الماضي بأنه two chromosomes نفسهم they are not identical but they are مثلا homologous، أو في عندنا هناك عدد معين من ال difference between the populations in general. تقريبا 6 مليون differences بيحصل عندنا ما بين جينوم وجينوم آخر، المقصود فيها على مستوى النيوكليوتيدز. بيجي بيعطيني اشعار بيقول تقريبا 1 بيس بير ديفرنت فور اني 1000، يعني ان تو انديفيدوالز ممكن تلاحظ في عندك اختلاف، لكن هذا مش شرط يكون اختلاف مرضي، هو يعني اختلاف جاست ان النيوكليوتيدز فور ان سيرتين بيس. والحديث طبعا ان جنرال انه متعارف عليه اور جينوم بشكل او بمعنى صح الانهيرتس جينيتك ماتيريال اللي بتمثل لي البروتينز تقريبا بتمثل اثنين او اكثر شوي اقل شويه بالنسبه للاور جينوم من ناحيه اللي هو الاكتشوال انكودد ماتيريال. انجينال طبعا عمليه الديفرنشيشن among individuals بنلاحظ انه في عندنا شغلات بتعطي هذا الاختلاف. مثلا في عندنا حاجه اسمها VNTR variable number of tandem repeat. بتعرف زمان تحدثنا في الفصل الماضي في موضوع النوكليار بيرج على يوجد هندي ساتلايت ميني ساتلايت مايكرو ساتلايت، هذه كلها عباره عن سيرتين السيكونس ريبيتد موجودة في الجينوم، ممكن طبعا تختلف من إنسان لآخر، وهذه برضو بتعطيني variation among populations. في المايكرو ساتلايت طبعا يكون عندي عدد معين من 2 لـ 4 طبعا موجود، تمام، ممكن يكون في عندي في 3 في 4 في 5 نيوكليوتايدز، وهذا بيعطيني نوع من الاختلاف، من هنا بنقدر نميز between أو among individuals. النقطة هنا why do we care about genetic variation؟ طبعا احنا هنا care بيعطيني اشعار على اساس انه ال phenotypic differences among different individuals، يعني هذا بيعطيني ممكن يعطي انعكاس انه في عنا certain phenotypic picture تختلف من انسان الى اخر، وهذا نتيجة ال variation في الكاركتر in general. هذا الكلام على مستوى الكلام، على مستوى على مستوى الكاركتر، على مستوى الميتابولايتس ان جنرال، هذا الكلام بيكون عندنا من اختلاف من شخص الى اخر ممكن نلاحظه. والجينيتك فاريشن كمان بيعطيني اشعار لما اجي اقول والله انا في عندي سيرتين سيكونس اوف ذا نيوكليوتايدز بشكل او باخر ان سيرتين انديفيديوال، ممكن هذا يكون عنده بريدسبوزنج فاكتور certain genetic material to have certain disease، أو مثلا يكون عندنا response للدرج، أو مثلا يكون عندنا response للenvironmental factor أكثر من ناس آخرين. إذا دراسة genetic variation بيعطيني prediction إيش ممكن يحصل عندي
من ناحية الإفكت بتاعت الـ other factors على الإنسان. Genetic variations reveal clue of ancestor human migration history. يعني كمان الـ genetic variation لما أجي أتبع الـ family history ممكن أقدر في الآخر أصل لموضوع الـ ancestors بتاعتنا، إنه إيش كيف كانت الـ character بتاعتهم، كيف كانت disease distribution فيهم، كيف كان certain character موجودة عندهم، هل تم توارث هذه الأشياء في هذا الانسستار، هل صار هناك عندي مثلا migration history from one area to other area. هذا الكلام دلالته هو دراسة الـ genetic variation among the populations، فهنا دلالة لهذا الـ genetic variation. طبعا الاختلاف بشكل عام بيبدأ من nucleotides، اوكي زي ما ذكرنا، إلى certain nucleotides repeated sequence more than one nucleotide، ممكن يصل كيلو bases في هذا الموضوع. إذا in general هذا single nucleotide أعطتني كمان دلالة. يعني لو أنت تطلع genetic variation إحنا ممكن يصير في عندنا هناك single nucleotide polymorphism في داخل الـ population من انسان الى اخر، لكن نو مينينج من ناحيه السيجنفيكانس كمستوى كلينيكال، لكن ممكن تحصل سيرتن سنجل نيوكليوتيد بوليمورفيزم ان سيرتن لوكيشن افكت جين ترانسكريبشن من ناحيه كوانتيتيف او كواليتيتيف. هذا الكلام ممكن يصير عندنا موجود، ممكن ياثر على البروتين ستراكشر، على الفانكشن بتاعت البروتين، ممكن ياثر على عمليه الريجوليشن اوف ديفرنت ستيب ان ذا ميتابوليزم بتاعت البادي. إذن هذه كلها عبارة عن دلالات ممكن إحنا طبعاً تؤثر على اللي هو الهيومن من خلال سنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم. كمان الانسيرشن أو الديليشن طبعاً أكيد حيكون له دلالة بشكل أو بآخر. طبيعة المايكرو ساتلايت والميني ساتلايت زي ما ذكرنا برضو بيعطي دلالة إنه ممكن أميز بين الأشخاص في موضوع زي ما ذكرنا فورنسيك ميديسين، موضوع الباتيرنتي. هذا الكلام كله احنا ممكن نعرف موضوع الديزيز. كمان الديليشن او الانسيرشن ممكن يعطيني دلاله على الديزيز وايش اللي حصل عندنا في الشيفتنج بتاع الجينز الموجوده هنا. طبعا اللارج ديليشن كمان لو حصل عندي لارج ديليشن ممكن برضو او انسيرشن ممكن يحصل عندي يعطيني دلاله على امراض زي ما حصل في موضوع الديزيز زي التلاسيميا مثلا، او موست اطلع على الالفا تلاسيميا تحس انه في عندنا الفا تلاسيميا ريليتد تو ذا ديليشن لارج سيكونس اوف دي ان اي از ديليتد، ممكن يكون عباره عن كيلو بيسز يصل ل 70 80 كيلو بيسز في هذا الامر. In general هنا بتحدد عنا على موضوع البوليمورفيزم انه الدي ان اي بوليمورفيزم بيعطيني دلالة لللينكج ماب. يعني ممكن يحصل عنا من خلال اللوكيشن بتاعت البوليمورفيزم ممكن من خلال دراستهم يعطيني دلالة للديزيز لوكيشن في داخل الجينوم، ممكن يعطيني البوليمورفيزم طبعا يعطيني طفرة ليدر ده، ممكن يعطيني دلالة ديزيز لوكيشن او وين اللوكيشن بتاعت الجين اللي فيه ديفكت، ممكن يعطيني اشعار على موضوع الباتيرنتي زي ما قلنا الماتيرنتي الفورنسيك ايدنتيفيكيشن، ممكن البوليمورفيزم هذا يعطيني دلالة على موضوع البرينيتال دياجنوسيس في الاكزامينينج للدي ان اي بشكل او باخر. ممكن كمان الدي ان اي بالمورفيزم فروم وان بيرسون تو انذر، المقصود هنا بالمورفيزم مش موضوع سنجل نيوكليوتايد، ممكن يكون مور ذان وان نيوكليوتايدز. كمان بيعطيني دلاله في طبيعه عمليه الريكومباينيشن بتوين جينز لما بيحصل عندي عمليه الكروسنج اوفر، ممكن نقدر عملية الريكومباينيشن وكذلك عملية اللينكج ما بين الجينز كيف ممكن يحصل عندنا في هذا الأمر. هذه شوية مفهوم صعب شوية، لكن هذه عبارة عن دلالات ممكن توضح later on في اللي هو الشرح في محاضرات قادمة. إذا
الموضوع بتاعنا هي زي ما ذكرنا دراسة Genetic Population Study. فبيجي بيقول لي الـ Population Genetics Study هي عبارة عن Study of Quantitative Study، يعني عبارة عن Quantitative Study بتعطيني انطباع على Distribution of the Genetic Variation، يعني من خلال دراسة Quantitative Study على مستوى الجينز على مستوى الأليلز بيعطيني طبيعة الـ Distribution of Genetic Variation في الـ Population. تمام؟ وكمان هذه الدراسة بتعطيني دلالة على طبيعة الـ Frequency of the Genes أو Frequency of the Alleles Frequency of the Genotype Maintaining أو Change، يعني بنقدر نعطينا إشعار، يعني ممكن يكون عندي دلالات Changing the Frequency of the Alleles، يعطيني دليل the Frequency Change the Frequency of the Genotypes، هذا ممكن يؤدي أو العكس كذلك. فطبيعة الاختلاف هنا هيعطي اختلاف في الآخر، أو طبيعة الكونستانت هنا هيعطيني كونستانت في الآخر، المقصود هنا كونستانت في الألي فريكونسي هيكون عندي كونستانت في الجينوتايب فريكونسي هون المجال في البوبيوليشن. إذا البوبيوليشن جينيتكس is concerned both the genetic factors such as the mutation and دلالة البوبيوليشن، دراسة البوبيوليشن جينيتكس كمان بده يدرس فيها طبيعة الفاكتورز that are involved في هذا التغير. يعني مثلا أنا درست عندي أنا genetic frequency أو gene frequency in the population، وكذلك درست الallele frequency في population، وجود عندي إشكالية ممكن يعطي دلالة على في عندي mutation مثلا معين، ممكن يعطيني دلالة على أساس إنه في عندي غير الميوتيشن، ممكن يعطيني دلالة في عندي environmental factors أثرت، ممكن يعطيني دلالة إنه في عندي social economical factor ممكن تكون أثرت، في عندنا صار selection اختيار، أو بالمعنى الأصح إنه ال genetic population ما صار لهاش نوع من الهارموني، يعني الهارموني اللي عبارة عن التوازن في انه يكون عندي ثبات في النسب ما بين الجين فريكونسي والأليل فريكونسي من خلال عمليه سلكشن، انك انت رحت في هذه البوبيوليشن صار عندنا نوع من السلكشن اختيار فئات معينه، وهذه الفئات المعينه صار لهم سيرتن بيهيفير واثرت على موضوع من الجين فريكونسي والأليل فريكونسي. ممكن اذا صار عندي اختلاف على الريشيو ما بين الكونسستنسي بين الجين فريكوانسي مع الالي فريكوانسي يعطيني دلاله على انه صار عندي مثلا مايجريشن. تمام، هذه امور كلها بيعطيني دلالات. اذا هذه الاختلافات ما بين هذه النسب في الالي فريكوانسي والجين فريكوانسي بيعطيني دلالات لاشكاليات او لسلوكيات صارت عندنا في هذه البوبيوليشن. كمان البوبيوليشن جينيتكس دراستها بيعطيني كمان ادرس هيستوري للجينيتك ستراكشر في الهيومن من خلال different ancestors موجودة عندنا بشكل أو بآخر، أو مثلا يعطيني دلالات على الجين فلو، يعني ممكن أنه صار عندي إذا وجد عندي تغير على سبيل المثال في الجينيتك population من ناحية frequency لجينز أو لأليل معين، ممكن نقول والله صار في هناك نوع من flow أنه في صار عندي تدفق ل certain persons with certain gene ستايل او الليل ستايل اثر في البوبيوليشن، فعمل نوع من الديستربنس في الالليل فريكونسي مقارنه مع الجينوتايب فريكونسي، ما فيش عندي كونسستنسي في هذا الامر. اذا هو كانه بيقول لي بمعنى اصح انه دراسه الجينيتك بوبيوليشن من ناحيه الهارموني بين الالليل فريكونسي والجينوتايب فريكونسي بيعطيني دلاله للاشياء اللي ذكرناها سابقا من ناحيه الميوتيشن، من ناحيه انفايرومنتال بروبلمز، سوشيال بروبلمز، سلكشن، صار عندنا مايجريشن، في عندنا بعض الاحيان ممكن يصير عندي فلو اوف ذا جينز تو ذا بوبيوليشن، او ممكن يحصل عندي سلكشن في هذه البوبيوليشن. Important the optimal method for identifying genetic susceptibility to common diseases. Population genetics provide the knowledge about the different genetic diseases that are common in different populations
يعني بمعنى آخر الاوبتيمال ميثودز الموجودة عندي ممكن تقيم طبيعة الديستريبيوشن اوف ذا جين فريكوانسي عند الليل فريكوانسي ذا كومون ديزيز، بيعطيني نوليدج اكثر اباوت ديفرنت جينيتك ديزيزز امونج ديفرنت بوبيوليشنز. هي المقصود في هذه الجملة. الانفورميشن ذات از نيدد فور كلينيكال دايجنوسز، وهذا الكلام ممكن يساعد يعني في وجود الميثودز في على اساس انه يعطيني النولج في الديفرنت جينيتك ديزيز، ممكن يساعد في عمليه الكلينيكال دايجنوسز اللي ممكن صارت عندنا في البلد او في البوبيوليشن، ممكن يعطيني دفعه للكونسلرز على اساس انه يصير عندي مجال نقدر نعمل اولين نعمل جينيتك كونسلنج، وممكن نقدر نعطي انطباع how the allele frequencies for a certain type of gene is required for making risk for certain disease. إذا هذا يعني وكانوا بيعطيني إشعار إنه اللوز أو الميثودز اللي إحنا بنستخدمها هي بالفعل بتعطيني identification للجينيتيك susceptibility to the certain أو the common disease. Anyway، هذا عبارة عن يعني توضيح لدراسة الجينيتيك بوبيوليشن، وكأنه أنت بيقول لي أنه لابد الجينيتيك بوبيوليشن تكون محاطة بسيرتين كونديشنز على أساس نقدر نقول أنه إحنا في عندنا هارمون. فمن هذا في دراسة الارتباط ما بين الأليل فريكوانسي والجيل فريكوانسي، كان هناك دراسة للعالم هاردي والعالم وينبرغ في دراسة الجين والأليل فريكوانسي. فإيش قالوا عنا في هذه النظرية هاردي وينبرغ لو؟ هذه تعتبر طبعا the كورنر ستون، يعني حجر أساس الـ population genetics study، بمعنى أنه من خلال هذه المعادلة اللي أوجدوها هاردي وينبرغ بنستطيع نعمل عملية calculation للجينوتايب فريكوانسي from allele frequency وكذلك العكس. طبعا هذا الكلام ان شاء الله هنوضحه في امثله ليتر اون. اذا هاردي وينبرغ لو بيجي بيحكي لي هنا انه في عندنا كالكوليشن للجينوتايب فريكوانسي فروم الليل فريكوانسي، وايش يعني يعطيني اشعار بيقول لي ذا بروبورشن اوف جينوتايب دونت تشينج فروم وان جينيريشن تو انذر اف ذا الليل فريكوانسي ريمين كونستانت. وكأنه ايش بيقول لي اذا انتقلنا من بوبيوليشن من جينيريشن لاخر، يعني انا بحكي على ماي فادر بعدين بحكي على جيل ماي فادر او الجيل بتاعي او جيل ابنائي، طول ما الفريكوانسي بتاعت الجينوتايب از كونستانت اكيد الاليل فريكوانسي ويل بي اولسو كونستانت. تمام، صار عندي تغير في الأليل فريكوانسي أكيد بتوقع أن يصير عندي تغير في الجينوتايب فريكوانسي، لأنه بقول لي هنا الـ proportion of genotype that don't change from one generation to another if the allele frequency remain constant if the allele frequency remain constant. Anyway هذا اللو أو هذا الإكوليبريم طبعا هي قديمة ولكن أعطت إفادة في عملية تقييم الجيل فريكوانسي والألي فريكوانسي. ايش بحكي لي؟ بقول لي انه الفريكوانسي اوف ذا الليلز اند ذا جينوتايبس ان ا بوبيوليشن ويل ريمين كونستانت فروم وان جينيريشن تو ذا انذر اف ذا بوبيوليشن از ستيبل اند ان جينيتيك ايكوليبريوم. تمام؟ يعني الفريكوانسي بتاعت الأليلز وكذلك الفريكوانسي بتاعت الجينوتايب، هنوضح الان ايش الاليلز وايش الجينوتايبس في المعادله، will remain constant تمام from one generation to another تمام stable if the conditions like the population is large if the mating is random. يعني البوبيوليشن اللي بتعمل عمليه تقييم هتكون large طبعا مش small على اساس يكون عندي more data
كمان عندنا الميتنج بتاعت البوبيوليشن هيكون راندوم، يعني ما فيش عندي نوع من السلكشن. ها، واحنا كأننا بنقول زي ما ذكرنا قبل شوي انه السلكشن هي عباره عن اشكاليه ممكن تاثر على اللي هو هذه الاكوليبريم. كمان ما فيش عندي ميوتيشن جديده ظهرت في البوبيوليشن، كمان ما فيش عندي مايجريشن اور اميجريشن. المايجريشن يعني الناس طلعت من هذه البوبيوليشن، طلعت برا، زي ما صار عندي مثلا ناس طلعت من البلد وناس مثلا دخلت على البلد غرب بصفه معينه. اذا الخروج والدخول، ماي امايجريشن والاميجريشن، هذا بيعطي اشكاليه في موضوع انه يعطيني الكونسستنسي بتاعت اللي هو الجين فريكوانسي والاليل فريكوانسي في البوبيوليشن. كمان ما فيش عندي نيتشر سيلكشن، يعني ممكن كلمه نيتشر سيلكشن يعني ما صارش عندي نوع من الامراض اللي حاولت مثلا هذه الامراض في وجود قليلات معينة، ممكن صار في عندنا ديت لناس معينين، ناس آخرين صار لهم ريكفري من الديزيز، فهذا طبعا هيعمل ديستيربنس في الفريكوانسي لكل من الأليلز والجينوتايب. على هذا الأساس بيجي بيحكي لي هنا في المعادلة، بقول لي إن جنرال، إحنا طبعا إن جنرال متعارف عليه انه احنا في عندنا جينوتايب، بمعنى دائما بنتحدث انه بنقول انا في عندي كروموسوم فادر كروموسوم مدر. كروموسوم فادر في عندنا جين موجود عليه، وعلى الكروموسوم مدر نفس الجين، وكأنه انت بتقول لي يوجد هناك أليل على كروموسوم فادر وأليل على الكروموسوم مدر بشكل او بآخر. طيب هذا واضح، فبيجي يحكي لي هذه الأليلز الموجودة عندي ممكن أنا أقول في هذا الأليلز في كروموسوم فادر ممكن يكون سليم، زي ما ذكرنا موضوع البيتا جلوبولين فور اكزامبل. والأليل بتاع اللي جاي من مدار للبيتا مثلا يكون مريض أو في ميوتيشن، فبقول لي أنا بدي أعطيك هنا كقيمة، بقول لي البوبوليشن هي تتكون بتاعتي انا من الليلز population of genes، تمام، يا اما الاليلات تكون سليمه يا اما الاليلات مريضه. فقال لي هنا في الاخر مجموع الاليلات السليمه مجموع الاليلات المريضه كلها بكون واحد، يعني بكون مثلا مجموعها عباره عن constant one، يعني يقول هنا صار عندنا مثلا بتقدير كقيمه بشكل او باخر. يعني لو قلنا البوبوليشن فيها 0.45 أليل بي مثلا أو أليل سليم و 0.55 أليل مريض، معناته التوتال نمبر 1 في هذه البوبوليشن. ولكن بيجي بيوضح لي كمان هنا في هذه المعادلة، بقول لي البوبوليشن هي عبارة عن ناس سليمة، ناس حاملة لمرض، وناس مريضة. وطبيعي هذا الكلام صحيح، يعني انت بتيجي تطلع مثلا، وعادة صحيح عايز اوضح هنا الدراسة هنا في موضوع الكاركتر بتاعت الديزيزز تتمثل اكثر في موضوع الريسيسيف ديزيز. ليش؟ لانه انا في عندي مفهوم الاليلز اكثر، اما بالنسبة لموضوع الديزيز في موضوع الدوميننت وان الليل كافي انه يعطيك وضع مرض. في موضوع الريسيسيف وان الليل مش كافي انه يعطيني، يعني ممكن في عندنا صفه الكارير. في الدوميننت ما فيش عندي صفه الكارير في البوبوليشن. اذا الريبريزنتيف ديمونستريشن في موضوع الهاردي وينبرج اكويجن اللي هو عباره عن ريبريزنتيف باي ذا ريسيسيف ديزيز، وكأن انت بتقول لي في عندنا مرض، عندنا ناس حاملين للمرض، في عندنا ناس مصابين بالمرض، وعندنا ناس سالمين المرض مش باين عليهم. اذا هذا البوبوليشن اللي هي تتمثل في هذه المعادله، فبقول لي انا الاليلز بي فريكوانسي اوف ذا نورمال الليل فريكوانسي اوف كيو فريكوانسي اوف ميوتنت الليل، تمام. فبقول لي بي بلس كيو سكوير ايكوال اللي هم البوبوليشن،
بي سكوير، يعني انا في عندي ناس بي سكوير ناس نورمال. ايش يعني؟ يعني عندهم 2 الليل سليمين، طبعا في عندي ناس نورمال. وكذلك انا بلس 2 بي كيو، يعني المعادله هذه لو نيجي نوزعها كماثماتكس اللي هو عباره عن بي سكوير بلس 2 بي كيو، يعني وكانه انت بتقول لي في عندي ناس حاملين. طبعا انا في عندي ناس حاملين عندما اتحدث على ريسيسيف، يعني ممكن ناس عندهم 1 الليل سليم 1 الليل بروبلماتيك. وكمان ممكن يحصل عندي يكون ناس مريضين اللي هو كيو سكوير. اذا ان جنرال البي والكيو هم واحد، اكيد بيعطوني واحد كقيمه، تمام. وكذلك وكانه معناته بيقول لي the frequency of the allele normal plus frequency of allele abnormal equal 1. frequency of genotype normal plus frequency of carrier plus frequency of no patient equal also 1. إذن عندما أتحدث على B square أتحدث على frequency of إيش؟ non-carrier، يعني أتحدث على frequency of normal healthy. عندما أتحدث على ال BQ أتحدث على frequency of carrier، عندما أتحدث على Q square أتحدث على الناس الـ affected، الناس المريض. وكذلك طبعا بيجي بيقول لي هنا يعني كجملة عابرة أنه التقييم كذلك للأشياء أو للأليلز عندما يكون عندك more than one allele responsible for genotype. More than one allele responsible for certain genotypic picture أو phenotypic picture. زي يكون عندي B و Q and R على سبيل المثال. وطبعا الجينوتايب ديستريبيوشن في هذه الحاله بيكون بي بلس كيو بلس ار سكوير، لكن هذا امر احنا الان مش بصدد الحكي عنه. هذا جانب. اللي بيحصل عندنا هنا لما نحاول نعمل كمعادله بسيطه بيجي بيقول لي مثلا انتو كالكوليت الجينوتايب فريكوانسي، بامكاننا نيجي نطلع بيعطيني هنا مثلا 3 genotype A capital A capital، ممكن يكون هذول عبارة عن سليمين، طبعا A capital A small carrier و A small هذول genotype 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 genotype. بخصوص genotype اللي هو مجموع 2 alleles بنقدر نقول يعني عبارة عن genotype. إذا the frequency of each genotype كحساب عملية سهلة. لو أنا بدي أعمل frequency لل A مثلا frequency of genotype AA اللي هو number of AA على الفريكوانسي على التوتال نمبر، فبعطيك فريكوانسي فريكوانسي للكارير جين، فحيعطيني نمبر اوف ذا كاريرز انديفيديوال على التوتال نمبر فريكوانسي اوف ذا افكتد بيرسون. بهالم جرى بيحصل عندي نمبر اوف انديفيديوال افكتد على النورمال على النمبر التوتال نمبر، وهكذا بيعطيني فريكوانسي في داخل هذه البوبيوليشن. بس هنا كمان عايز اوضح زي ما ذكرت في السابق انه the law apply to autosomal loci والخصيصة to all autosomal loci والخصيصة عندما تحدث على موضوع ريسيسيف. اوكي انا وضحت انا مش موضوع الدومينانت. And to the X chromosome also in female. ليش؟ لانه في الميل عندي 1 X chromosome، فصعب اني اتحدث في موضوع ريسيسيف ودومينانت في هذا الموضوع. لانه عندي 1 كروموسوم، لانه عندما تحدث على 2 loci على 2 الليل. هذه الشغلة. الآن بيجي بيقول لي نقطة أخرى. الأمر هذا زي ما ذكرنا في السابق إنه هو في عندي أنا constant frequency للalleles بصحبة constant frequency في الجينوتايب. هذا ممكن يحصل له disturbance، وقلنا طبعا disturbance من خلال شغلات عددناهم، لكن بنيجي بنعددهم مرة أخرى إنه أنا صار في عندي new mutation، صار عندي migration، صار عندي genetic drifting، صار عندي natural selection أو consequence. هذه عبارة عن عوامل صارت عندنا بهذا الأمر. إذا ممكن يحصل إنه new mutation new mutation allele frequency change with the passage of time from one generation to another because
some alleles mutated، يعني صار في عندي alleles mutated. اوكي، في هذا الجينيريشن، فحيحصل عندنا هنا اختلاف disturbance، يعني ما في شيء هناك عندنا تحس انه compared to the previous one حيكون عندنا the same frequency. إذا the mutation rate for this matter change في الأليل frequency، فمعناته حيحصل عندنا هناك problem في هذا الموضوع. إذا هذا بالنسبة لموضوع ال mutation، إذا حصل عندي mutation في داخل ال population. واللي ممكن يحصل عندي عملية migration. ايش يعني migration؟ قلت لكم هنا انه migration ممكن يحصل عندي influx of gene، يعني gene flow. يعني مثلا على سبيل المثال عندنا population على سبيل المثال عندها certain يعني homogeneous من white color، لكن نشوف اللي دخل عليهم ناس black color على سبيل المثال في هذه البوبوليشن، اذا في هنا صاروا كانه جين فلو للي بلاك كلر، فهذا حيعمل ديستيربنس في هذا الامر. واضح؟ اذا معناته البول اختلف عندي هون نتيجه المايجريشن، او مثلا اعكسها اميجريشن او اميجريشن اند اميجريشن، او ناس مثلا طلعت سواء كان جين فلو او جين لوس، برضو على هذا الجانب حصل عندي مشكله في هذا الموضوع. اوكي، هذا كمان هنا كمان الحديث على طبعا البدايه كان في موضوع الميوتيشن زي ما ذكرنا، انه انا في عندي سبب ديستربنس في طبيعه الجينز الاليلز، وكانت السليمه مقارنه مع اللي هو عفوا صار في عندي ميوتيشنز، هذه الميوتيشن صارت في سيرتين جينيريشن عمل لي اشكاليه. المايجريشن صار في عندنا له عباره عن جينيتك فلو، سواء كان داخل البوبيوليشن او مثلا خرجت من هذه البوبيوليشن. عندنا مصطلح اخر اسمه الاستراتيفيكيشن. الاستراتيفيكيشن انه بيحصل في عندنا وجود بوبيوليشنز سمول جروب سب جروب، تمام؟ وهذه السب جروب عامله لي اشكاليه في عمليه تقييم الاشياء. بمعنى يعني كيف هذا الامر؟ انه والله انا مثلا عندي زي ما نقول على الجيوش، عندنا الان اليهود طبعا في عندهم سيرتين سب جروب، هذول لهم سيرتين كاركتر وكلوز توجذر، زي ما كنا حكينا عنهم مثلا الشكنازين، او مثلا ناس اخرين لهم سيرتين كاركتر، لهم صفات معينه منكمشين على حالهم. يعني مثلا والله احنا عباره عن الشكنازيم، ذكرنا احنا في بدايه الكورس قلنا مثلا الشكنازيم دول دائما عندهم زي تي ساك ديزيز، مشاكل على مستوى المصل. ليش؟ لانه دائما عندهم تزاوج خلال نفس الجروب. إذا هذول خرجوا على النص، ليش؟ لأنه زي ما ذكرنا في ضمن الشروط بتاعة البوبيوليشن لابد يكون عندي ايش؟ راندوم ميتنج، معناته اختل هذا الأمر. هذا موضوع الاستراتيفيكيشن، إنه في عندي سيرتن سب جروب، ناس مثلا شكنازيم، ناس بعين ألبينو، ناس عندهم مشكلة العمى البلايندنس، فدائما عندهم ايش؟ تقوقع في داخلهم، وهذا اللي ما يعمليش نورمال ديستريبيوشن او راندوم ديستريبيوشن لهذا الموضوع. هذا بالنسبه لموضوع الاستراتيفيكيشن في هذا الجانب. الجانب الثاني ممكن يحصل عندي جيناتيك دريفت. جيناتيك دريفت انه طبعا الراندوم ميتنج اكيد في عندنا هذا الامر موجود، انه بتكون عندي كوليبريم، لكن بحصل بعض الاحيان مش راندوم ميتنج زي ما قلنا، انه في سيرتين بوبوليشن، فمعناته حيعمل لي نوع من الدريفتنج، بمعنى انه وكانه صار في عندي جاب ما بين الفريكوانسي اوف ذا الليلز النورمال، وكذلك الفريكوانسي اوف ذا الليل اللي هي الابنورمال الليلز. فهذا من خلال سلوكيات مثلا مش صحيحه في عمليه الجينيتيك دريفتنج صار عندنا في موضوع
البيهيفير اللي مش سليم عند هؤلاء الناس. هاي المقصود في موضوع الدريفتنج. السورتيتيف ميتينج السورتيتيف ميتينج عندي انا زي ما ذكرت إذن عندما نتحدث عفوا في موضوع الاستراتيفيكيشن قلنا انه يوجد عندي هناك سب جروبس، هذه السب جروبس الى سيرتين بيهيفير في اللي عملت لي هذا الموضوع. في الموضوع الاخر في موضوع الاسورتيتيف ميتينج هنا انه مثلا الاسورتيتيف ميتينج انه مثلا ناس عندنا على سبيل المثال عندهم ظاهرة الالبينو، عندهم مشاكل، فدائما هم كلهم بيتزوجوا من بعض، الناس الالبينو مع الالبينو، هاي المقصود في الاسورتيتيف ميتينج. ناس مثلا متدينين والله شيك نزيم مع شيك نزيم، فناس عندهم كلتشر معين نفس القضية فيصير عندنا ميتينج. ناس عندهم مثلا اثنيسيتي معين، ناس هيسبانيك مثلا زي في امريكا دائما هذول الناس عندهم ميتنج بشكل او باخر. اذا هاي المقصود في الاسورتيتيف ميتنج، اذا الاسورتيتيف ميتنج انه بيحصل عندي ميتنج دي عمليه تزاوج مع ناس لهم سيرتين نفس الكاركتر، وهذا الكلام بيعمل لي ايش؟ بيعمل لي ديستيربنس في الهاردي وامبرجلو بشكل او باخر. اذا الاسورتيتيف ميتنج اختلف مصطلحه عن اللي هو المصطلح اللي ذكرناه في السابق اللي هي stratification. stratification انه في عندي انا sub population في هذا الموضوع. في عندنا nature selection. natural selection انه natural selection انه بتحس وكأنه ال population تعرضت الى يعني ازمات، حصل في عندنا مثلا ديزاستر، صار عندنا مثلا ملاريا، وهذه الملاريا انه عندما انا اتحدث على ايفالويشن مثلا للجين بتاعت السيكل سيل انيميا، فتحس انه الملاريا عملت ديستيربنس. ايش يعني ديستيربنس؟ يعني سيرتين بوبوليشن مثلا في منهم ناس عندهم سيكل سيل كارير، في ناس افكتد، في ناس نورمال في البوبوليشن، فهتحس ان الملاريا ممكن تعمل كيلينج لسيرتين سب جروب من هذه الثري كايند اوف بيبل، فمعناته هذا عمل ديستيربنس، هذا بسموه نيتشرال سيليكشن كطبيعه. ممكن يحصل عندي مشاكل اخرى تؤثر على الهارد وينبرج اللي هو الكونسانكوينيتي، انه انا صار في عندي نوع من التزاوج، التقارب، الاقارب مع بعض، فهذا الامر اثر على الاشكاليات بتاعت أو هيأثر على التوازن الموجود عندنا في هذا الموضوع بالنسبة لموضوع الـ consanguinity. الآن طبعا هنا هننتقل، لكن هحاول أتوقف هنا إن شاء الله، وفي محاضرة أخرى نكمل التوضيح أكثر لـ examples عشان تتضح الصورة بتاعت هذا اللو